بتوفيق من الله ثم بدعم وافر من حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح، فقد بدأت الوزارة منذ وقت مبكر تكثيف استعداداتها وتجهيز كافة مرافقها الصحية لخدمة ضيوف الرحمن. في جهود الوزارة لعام 1436 هجرية تم التركيز على الشقين الوقائي والعلاجي، وسأبدأ أولا بالحديث موجزا عن الجانب العلاجي. تم تجهيز 25 مستشفى موزعة على النحو التالي: 6 مستشفيات في ميناء، و7 في العاصمة المقدسة، و9 مستشفيات بالمدينة المنورة، إضافة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة. والجدير بالذكر أن عدد الأسرة بلغ حوالي 5000 سرير في مناطق الحج فقط، منها 500 سريرا للعناية المركزة و550 سريرا للطوارئ. وكذلك تم تجهيز 155 مركز صحي في مناطق الحج بين دائم وموسمي، موزعة أيضا على النحو التالي: 43 مركز صحي بالعاصمة المقدسة، 78 مركزا صحيا بالمشاعر المقدسة، 46 مركزا صحيا في عرفات، و6 مراكز صحية بممر المشاة بمزدلفة، و25 مركز صحي بميناء، و16 مركزا صحيا للطوارئ على جسر الجمرات، و3 مراكز إسعافية متقدمة داخل الحرم المكي الشريف. كما تم تخصيص 18 مركز صحي بالمدينة المنورة. كما قامت الوزارة بتجهيز عددا من المرافق لكل من العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وكذلك تم توفير التهوية المناسبة بالمراوح ذات الرذاذ والماء البارد، ويصل عدد المراوح إلى 208 مروحة. إضافة إلى ذلك تم وضع عدد 18 نقطة طبية تقع على جانبي محطات القطار، و6 نقاط طبية بعرفات، و6 نقاط طبية بمزدلفة، و6 نقاط طبية بميناء، وتهدف هذه النقاط إلى تسهيل وتسريع وصول الخدمات الطبية إلى كافة الحجيج حيثما وجدوا، لتذليل وتسهيل كافة العقبات التي تواجه الحجاج لا سيما في الجانب الصحي. وكذلك حرصت الوزارة الصحة على تفعيل خطط الإخلاء الطبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حالة وقوع أي حادث لا قدر الله. وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، تتابع الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للصحة العامة كافة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الوضع الصحي العالمي بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مركز مراقبة الأمراض الدولية. وإلى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة بمرض معدي بفضل الله، ثم بفضل المتابعة الحثيثة من قبل معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح وتوجيهاته المباشرة لكافة المسؤولين بالوزارة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتقديم خدمة رفيعة المستوى تتناسب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين والقيادة الحكيمة. لقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع توافد الفيروسات إلى أرض الوطن، ومن هذه الاحتياطات تعميم الاشتراطات الصحية على جميع الدول التي يفد منها الحجاج، تشديد المناظرة الصحية البصرية بجميع منافذ المملكة، ويبلغ عدد المراكز الصحية 15 مركزا صحيا، تخصيص 232 غرفة عزل مجهزة بالكامل لعزل حالات الأمراض المعدية فور اكتشافها، وموزعة أيضا كالتالي: 174 غرفة تقريبا العزل داخل مستشفيات مكة المكرمة، 11 غرفة عزل في كل من مستشفى خليص ومستشفى الكامل، 47 غرفة عزل بالمشاعر المقدسة. وفيما يتعلق بخدمات الطب الميداني، التدخل السريع والتواجد الفعال، شكلت وزارة الصحة أسطولا من 180 سيارة إسعاف، 100 سيارة تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة للتعامل مع الحالات الطارئة والخطرة في الميدان، و80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز. فيما يخص القوى العاملة في موسم الحج، فلقد تم تكليف ما يقارب 25,000 من منسوبي الوزارة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية
وتم تدعيم منطقة المدينة المنورة ب 770 فردا كقوة عاملة إضافية من خارج المنطقة. أيها الأخوة والأخوات، تواصل مرافق الوزارة في مكة المكرمة والمدينة والمشاعر المقدسة خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المراجعين للمستشفيات من يوم 20 ذو القعدة حتى صباح اليوم الاثنين السابع من ذو الحجة 26,137 مراجع. وبلغ عدد المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية 126,731 مراجع. وبلغ عدد المرضى المنومين 1,434 مريضا، وغادر المستشفيات 1,092 مريض. كما أجريت في مرافق الوزارة خلال نفس الفترة عدد 1,484 عملية غسيل كلوي، وعدد 252 عملية قسطرة قلبية، وعدد 7 عمليات قلب مفتوح، وعدد 16 عملية مناظير، حيث تحرص الوزارة وكعادتها كل عام على تقديم خدمات صحية توعوية عبر برنامج إنقاذ الحياة لضيوف الرحمن.